سقطت صخرة من جسر إلى واد، فتسارعت نتيجة قوة جذب الأرض لها إلى أسفل. وبحسب قانون نيوتن الثالث، فإن الصخرة تؤثر أيضا في الأرض بقوة جذب، ولكن لا يبدو أن الأخيرة تتسارع إلى أعلى. فسر ذلك. يمكن تمثيل هذه المسألة؟ الأرض، الصخرة، معروف أن الأرض تتسارع إلى أسفل بتسارع الجاذبية الأرضية، هنا في قوة جاذبية أرضية. هل الصخرة تجذب الأرض إليها؟ نعم، لأنها قوى أزواج متبادلة، فعل ورد فعل، والصخرة تؤثر على الأرض بنفس قوة وزنها FG إلى أعلى. ولكن فإن الصخرة تؤثر أيضا في الأرض، ولكن لا يبدو أن الأخيرة تتسارع إلى أعلى. فسر ذلك. يعني في قوة تؤثر بها الصخرة على الأرض، ولكن هذه القوة لا تؤدي إلى تسارع واضحا. فسر ذلك. الأرض أو الصخرة تسحب الأرض، ولكن لأن كتلة الأرض كبيرة جدا، فإنها تكتسب تسارعا قليلا جدا، لأن كتلة الأرض كبيرة لهذه القوة الصغيرة. ولهذا لا نلاحظ التسارع، لا نلاحظ التسارع. ليش؟ لأن العلاقة بين القوة والتسارع علاقة عكسية. بين الكتلة تساوي F على M. نلاحظ أن العلاقة بين الكتلة والتسارع علاقة عكسية. فكل ما زادت الكتلة كبيرة وكبيرة جدا، يبقى هنا صغير جدا. العلاقة بين الكتلة والتسارع علاقة عكسية، كل ما زادت الكتلة كل ما قل التسارع. ننتقل للسؤال 44، يبين الشكل 4-17 كتلة في 4 أوضاع مختلفة، نفس الكتلة لكنها في 4 أوضاع مختلفة، بحسب مقدار القوة العمودية بين الكتلة والسطح من الأكبر والسطح. رتب هذه الأوضاع بحسب مقدار القوة العمودية بين الكتلة والسطح من الأكبر إلى الأصغر، أشر إلى أي علاقة بين النتائج. الإجابة: أولا لاحظ أن هنا الكتلة صرفة، يعني القوة في هذه الحالة القوة العمودية هي نفسها FG، ولكن في الحالة الثانية القوة العمودية هي قوة ناتجة من كتلة الصخرة وكتلة النابض، والنابض معدن. فهنا نلاحظ أن القوة كبيرة، القوة العمودية كبيرة. في الحالة الثالثة ما فيش نابض، في كتلة الصندوق فقط. في الحالة الرابعة هنالك
جسم موضوع فوقها، يعني بالتالي نعتبر انه بالتقريب انه هذه الاكبر، تليها رقم 4، تليها رقم 3، ثم سوري رقم اذا قلنا من اليسار لليمين، رقم 2 ثم 4 ثم 3 2، هذا حسب الترتيب من اليسار لليمين، 2 4 3 1 4 3 1. هذه رقم 1، هذه رقم 1 من حيث الكبر، وهذه رقم 2، وهذه رقم 3، وهذه رقم 4، يعني هذه أصغر قوة عمودية. إذن بالتالي الترتيب سيكون كالآتي: الثاني أكبر من الرابع، أكبر من الثالث، أكبر من الأول.